السلام عليكم، معكم دكتور سليم محمود قريطم. النهاردة هنتكلم عن موضوع بسيط وموضوع مهم جدا، اللي هو الكحة عند الأطفال، وخصوصا النهاردة هنتكلم عن لبوس الكحة. أمهات كتير بيشغلها الموضوع ده، وإيه يا دكتور أفضل لبوس الكحة عند الأطفال؟ هل ريكتوبريكسيل، هل سيليكون، هل أي لبوس تاني؟ إيه رأيك في لبوس أعشاب بيحتوي على أعشاب ومادة الباراسيتامول خفض الحرارة؟ يعني أعشاب طبيعية هتدوب البلغم وتوسع الشعب الهوائية، وكمان في مادة الباراسيتامول خفض الحرارة. معانا النهاردة كافسيد باراسيتامول لبوس. اللبوس ده زي ما حضرتك شايفين فيه مادة الباراسيتامول في هيئة مايكرونايز عشان يسهل امتصاصها، بتساعد على تخفيف الألم اللي بيشعر به الطفل، وفي نفس الوقت خفض الحرارة بصورة طبيعية. تمام، مش بس كده، ده في عشبين مهمين جدا، عشبة الجرينديليا وعشبة الجليسيمم، والأعشاب دي زي ما قلنا بتساعد على توسيع الشعب الهوائية وطرد البلغم. خدي بالك بقى، اللبوس ده أمان جدا وبيستخدم من عمر شهر لغاية 15 سنة، وفي منه عبوتين في صيدلية، عبوة مكتوب عليها فور تشيلدرن للأطفال، وعبوة تانية أهو للأطفال، معلش بس العبوة بس إيه ببعدها شوية، وعبوة مكتوب عليها للرضع، ومكتوب هنا الكيلوات، هنا الأطفال مكتوب من 13 كيلو ل 20 كيلو، والرضع هتلاقي برضو مكتوب الكيلوات بالظبط. طيب يعني يا دكتور مثلا الطفل ياخدها ازاي، او الجرعه تكون ازاي؟ عموما يا ست الكل، اللبوس ده من عمر شهر لسنتين هتستخدمي علبه اللبوس اللي مكتوب عليها كافسيد لبوس باراسيتامول للرضع، والجرعه بتاعتها من شهر لسنه لبوسه واحده من الرضع كل يوم، ومن سنة لسنتين لبوسة من الرضع مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل. تمام؟ طيب لو عمر طفلك بقى أعلى من سنتين لغاية 15 سنة هياخد علبة كافسيد باراسيتامول اللي مكتوب عليها هو اللي معانا النهاردة، كافسيد باراسيتامول للأطفال. لإيه؟ للأطفال أهو. تمام؟ طيب والجرعة هتكون ازاي بقى؟ هتكون من عمر قلنا سنتين لغاية 6 سنين، ياخد لبوسة من الكافسيد بتاع الأطفال مرة واحدة في اليوم، ومن أعلى من 6 سنين لغاية 15 سنة هياخد لبوسة من كافسيد الأطفال مرتين في اليوم. اللبوس ده متميز جدا وفعال، ويمكن من لبوس الأعشاب الطبيعية اللي حاليا تقريبا الوحيدة اللي موجودة في السوق المصري اللي بتساعد على خفض الحرارة. يعني مش محتاج بقى أدي معاه باستال، ما تجيش أم تتزكى بقى وأدي معاه استال، لا خلاص بقى، ما هو أصلا ده فيه خفض الحرارة، ما تجيش بقى كافسيد باراسيتامول لبوس الكحة وأدي معاه ستال، أو أدي معاه أبيمول، أو أدي معاه برامول لبوس، لا، أو ستال نقط، لا خلاص كده بقى، أنا معايا اللبوس فيه حاجتين، خفض الحرارة والكحة. تمام، علبة اللبوس الكافسيد أطفال، علبة اللبوس الكافسيد الرضع الأول عاملة 15 جنيه فيها شريطين لبوس، يعني سعر الشريط 7.5. أما علبة اللبوس اللي زي معانا كده كافسيد أطفال عاملة 18 جنيه سعر فيها شريطين، وسعر الشريط 9 جنيه. يبقى معانا علبة اللبوس الرضع ب 15 جنيه وعلبة اللبوس الأطفال ب 18 جنيه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتم. سلام عليكم.